نتحدث في هذا اليوم عن بعض ما جاء في القرآن عن مكة والكعبة. الله عز وجل بيّن أنه يتقرب إليه بالهدي إلى هذا المكان، إلى الحرم. ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، لكم فيها منافع إلى أجل مسمى، من حيث الشرب ومن حيث الأكل قبل أن تعينوها هديا، أو من احتاج حال الهدي أن يركبها بالمعروف، لكم فيها منافع إلى أجل مسمى. ثم محلها إلى البيت العتيق، إلى أن تذبح في الحرم، أن تذبح في الحرم.